قالوا الصعيدي يغلب على طعمهم الخبز والرز، ولكن الخبز أكثر ويعتبر هذا هو الأساس. فما الأفضل في زكاة الفطر، هل القمح أم الدقيق أم الرز؟ الدقيق لا أبعده، لأن الدقيق لا يضبط الصاع فيه. فالقمح أو الرز، والقمح يكون أفضل لأن صاع من طعام وطعام أهل البلدة، ما دام يعني ما دام أنه هذا أغلب طعامهم كما تقول.